ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح لأخبار كرة القدم المصرية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيف المنتخبات لشهر ديسمبر الجاري، وترتيب منتخب مصر لم يتغير زي ما احنا. استمر بالمركز الخامس أفريقيا و33 عالميا، واستمر المنتخب الأرجنتيني كمان في صدارة الترتيب العالمي، وكذلك لم يشهد ترتيب العشر الأوائل يعني في المنتخبات أي تغيير. على صعيد بقى ترتيب المنتخبات الأفريقية، صعدت كوديفوار مركز واحد وأصبحت في المركز 49 عالميا، واستمرت 8 قاريا. وكان طبعا منتخب مصر خلال تصنيف شهر نوفمبر الماضي ارتقى مركزين وأصبح بالمركز 33 عالميا والخامس أفريقيا، وهو ما استمر عليه في التصنيف الحالي، يعني خاصة أن المنتخب كمان ما خدش مباريات جديدة خلال شهر ديسمبر الجاري. واستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يناير المقبل، حيث يقع بالمجموعة الثانية اللي فيها الراس الأخضر وغانا وموزمبيق، وهيفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة موزمبيق 14 يناير المقبل وغانا في 18 من الشهر نفسه، ويختتم دوري المجموعات بمواجهة الراس الأخضر يوم 22 يناير المقبل.